انا النهارده الحقيقه يعني بالرغم ان انا معايا اخبار كتير مهمه ومعايا ملفات كتير ضاغطه وحيويه والحقيقه يعني ليها ثقل كبير، لكن عايزه ابدا من فيديو او مقطع يعني انتشر جدا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها، والحقيقه المقطع دوت له دلالات وخطورته كبيره جدا، ولازم النهارده كلنا نقف قدامه، ولازم النهارده يكون في وقفه رادعه، ولازم كلنا نبص على اللي حصل دوت ونشوف يعني ازاي نتعلم الدروس دي. النهارده الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو فيديو مدته يمكن 7 دقائق أو 10 دقائق لسواق عربيه ملاكي على طريق السويس، ماشي يرمي على العربيات يمين وشمال، فاتح باب العربية ومطلع رجله من العربية وبيسوق بسرعة جنونية وبطريقة فيها منتهى الاستهتار، ولا أي اهتمام بأرواح الناس اللي حواليه، ولا أي اهتمام بالكارثة اللي هو ممكن يعملها نتيجة للتحركات دي. الحقيقة مشهد كان غريب جدا، وأنا شخصيا يعني أول حاجة فكرت فيها أنه لو أنا معايا ابني أو حد من ولادي في العربية وواحد بيسوق قدامنا أو جنبنا بالشكل المستهتر تهتر الجنوني دوت، يعني اكيد ده انسان مش طبيعي. الشخص اللي فاتح باب العربيه زي ما هنشوف دلوقتي كده والفيديو شغال مع حضراتكم على الشاشه، اللي يفتح باب العربيه ويطلع رجله من العربيه ويسوق بشكل جنوني بالطريقه دي هو اكيد انسان مش طبيعي، شارب بقى، واخد مخدرات، في اي حاجه، دماغه مش طبيعيه. وفعلا على فكره يعني الداخليه النهارده قوات الامن لما قبضوا عليه، وهم بالفعل قبضوا عليه، وده يعني الشيء الإيجابي جدا، قالوا إن هو كان معاه مخدر اسمه الآيس. برضو مسألة المخدرات ومسألة اتجاه الشباب للتعاطي دي مسألة منتهى الخطورة. فالنهاردة لما احنا نشوف فيديو زي ده يعني ولا مطاردة بقى من مطاردات هوليوود، بالمناسبة بقى سواق عربية نقل فضل ماشي وراه لحد ما جابه، بالتعاون طبعا بقى مع شوية من عربيات الشرطة ورجال الأمن، ضغط عليه واضطر ان هو يعني ايه يخليه يركن بقى على جنب، وخبطه يمكن من يعني بإصدام العربية عشان يجبره ان هو يقف. وبنشكر رجال الشرطة النهاردة على تحركهم السريع، لأنه النهاردة لولا وجودهم في الوقت دوت بالطريقة دي وتصرفهم السريع كان ممكن الشخص دوت يرتكب مأساة كبيرة ويرتكب حادثة كبيرة يروح ضحيتها ناس كتير لا قدر الله يعني والعياذ بالله. لكن هو المشهد النهاردة بالنسبة لي كان الحقيقة مستفز جدا، المشهد كان مستفز جدا لما حضراتكم تشوف واحد سايق على طريق السويس بالطريقة دي، مطلع رجله برا العربية وسايق بالسرعة الجنونية دي. حضرتك ممكن تبقى رايح على طريق كمان طريق سريع أو طريق حيوي الناس بتتحرك عليه تروح أشغالها وتروح مصالحها، أسر ابنك أو ابنك راكب معاكي في العربية، واحد بيزنق على الناس وعمال ياخد غرز ويطلع من العربية دي يخش العربية دي، ولا أي اهتمام بقواعد المرور، ولا أي اهتمام بأرواح الناس من حواليه، ولا أي اهتمام بحتى أن هو يفزع الناس أو يخض الناس ويخوفهم بطريقة السواقة الجنونية اللي كان ماشي بيها دي. مسألة غاية في الخطورة. وعايزة بقى كمان أقول لحضراتكم على حاجة يعني مهمة جدا، إحنا بنتكلم عن يعني ملف قامت بيه الدولة، قامت فيه الدولة بإنجازات كبير جدا، وهي ملف الطرق وجودة الطرق وتخطيط الشوارع والمحاور والكباري. طب النهاردة لما يبقى في ناس بتسوق بالطريقة دي بالتهور دوت بالاستهتار دوت بعدم الاهتمام أبدا يعني ولا ذرة تفكير في أرواح الناس أو في فزع الناس أو إن هو ممكن يقتل حد أو إن هو ممكن يموت حد ويقضي على حياة حد أو يعمل له يعني لا قدر الله لا قدر الله عاهة مستديمة في حادثة ممكن تحصل في ثانية في ثانية بسبب السواقة اللي هو كان بيسوقها دي، وبسبب إن هو أصلا مش دريان ومش في وعي ومش عارف هو بيعمل إيه، طلع رجله برا العربية وفتح باب العربية وبيسوق. طب النهاردة لما إحنا نكون الدولة المصرية بتنفق يعني مليارات على الطرق وعلى جودة الطرق وتوسع الحارات اللي موجودة في الطرق الرئيسية والكبيرة، لما نكون بنعمل كل ده وفي ناس بتسوق بالطريقة دي، هل إحنا هنتقدم؟ هل إحنا هنوصل لأي مكان؟ ومش معقول بقى برضو ان احنا يعني هنمشي عسكري مرور ورا كل مواطن او ورا كل عربية، ويرجع الناس تقول لك طب حوادث الطرق، حوادث الطرق ما هي بسبب السلوكيات دي. لما الاقي سواق ميكروباص او سواق عربية ملاكي او واحد مستهتر ايا كان هو راكب ايه، لما الاقيه ماشي عكسي
في طريق سريع او ماشي عكسي عشان مكسل يمشي خطوتين 100 متر زياده وياخد اللفه المظبوطه، ياخد يوتيرن عكسي او ياخد طريق عكسي في حته يعني حيويه جدا. وبنشوف دوت بنشوفه كتير لما واحد يعمل كده وفي الاخر يفاجئ بعربيه في وشه ويخبط فيها ويموت في الحادثه دي، لا قدر الله طفل ولا واحد كبير ولا ست ولا اي شخص، اي روح بريئه لما ده يحصل، ولا هو نفسه ويخسر مصدر رزقه واكل عيشه ويخسر عربيته ويخسر شغله، لما ده يحصل مين المستفيد النهارده؟ ازاي نحط حل للقصه دي؟ سلوكيات الناس يا جماعه النهارده في اثناء القياده وفي الطرق وفي الشوارع مساله غايه في الخطوره، ومش هتتغير او يعني تحط لها حل غير من عندنا احنا، غير لما يبدا كل واحد يفكر ازاي يبقى ماشي بطريقه امنه وازاي يحمي نفسه ويحمي الناس اللي حواليه. النهارده مش القصه كلها ان انا اسوق بسرعه، ومش القصه كلها ان انا اوفر دقيقتين او جزء من الدقائق البسيط عشان اوصل اسرع، لكن ممكن اعرض حياه الناس للخطر. ما ينفعش واحد يسوق بالمنظر ده، ما ينفعش واحد يتعاطى او ياخد اي نوع من انواع المخدرات ويمشي في الشارع بالطريقه دي، وتكون احنا عاملين كل اللي احنا عاملينه دوت عشان الطرق تبقى كويسه وتبقى امنه والناس تمشي في شوارع واسعه وما تتعطلش وهي رايحه اشغالها. الهدف ان احنا نوصل اشغالنا ونوصل مصالحنا وننتج ونشتغل ونبقى شعب منتج، يقوم واحد في الاخر يسوق لك بالطريقه دي؟ ومش بس يعطل الناس، لا ده يفزع الناس ويروعهم ويتسبب لا قدر الله في حادثه ويتسبب في يعني كارثه كبيره لولا ربنا ستر. طبعا في ناس كتير علقت على فكره انه الاهالي والناس اللي كانت راكبه والسواقين يعني اللي كانوا محاطين بالعربيه نزلوا ضربوه علقه موت بقى، يعني مسكوه بعدها ضربوه. في ناس كتير علقت على القصه دي وقالت لك ما كانش صح. انا بصراحه يعني الاول وهله بقول اه طبعا يسلموه زي ما حصل، الشرطه قبضت عليه وتاخد بقى اجراءاتها القانونيه كلها، لكن برضو ارجع واقول ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. لو انا كنت سايقه ورا واحد مستهتر مجنون زي دوت، محدش يعرف كان ممكن التصرف يبقى عامل ازاي، او محدش يعرف لو حد عرض حياتك للخطر بالطريقه دي رد فعلك يبقى عامل ازاي. وده طريق سفر، الناس بتمشي على سرعه والناس بتمشي بسرعه الطريق، السرعه القانونيه في الطريق 120، فانت مش متخيل ان ممكن يكون في واحد بيسوق بالطريقه دي، واحد مستهتر بالطريقه دي وعمال يروح ويمين وشمال ويكسر على العربيات ويعرض حياه كل الناس اللي حواليه للخطر. فطبعا يعني مسألة غاية في الخطورة. الشيء الإيجابي أنه تم القبض عليه، وأكيد هيكون في، أنا شخصيا بطالب بعقوبة رادعة وأن الشخص ده ما يسوقش تاني. ما هو دي غلطة أو نوعية من التصرفات ما ينفعش فيها التسامح، ده ما ينفعش يجدد رخصته بعد كده بعد شهر ولا اتنين ولا تلاتة ويرجع يسوق في الشوارع العادية. الإنسان اللي تسول له نفسه أنه ياخد مخدرات وينزل يسوق بالطريقة دي ويعرض حياة الناس للخطر، ده لا يؤتمن على طريق ولا يؤتمن على نفس ولا يؤتمن على ناس من حوله، فده لابد من عقوبة رادعة.